الحدوته بتكمل من بعد احداث الجزء الاول، وخصوصا من بعد ما باز يطير تاقلم مع الالعاب الثانيه وكون هو ذات نفسه لعبه اصلا، يعني بعد ما هو ما كانش مصدق. المهم ما تنساش يا جدع ان انت تشرب لك كوبايه قهوه ساده كده وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته ساده. هتقولي طب ايه قناه حدوته ساده دي الثانيه بقى اللي انت كل شويه تطلع لنا كانت جيمنج، طب حدوته جامده، طب حدوته ساده، ايه حدوته ساده دي؟ هقول لك يا سيدي دي قناه مخصصه للملخصات الساده. هتقولي ايه ملخصات الساده دي؟ ان شاء الله يعني ولا كوميديا بقى ولا هزار ولا عمك ولا عمي ولا حبشتك دي كلها ولا سيقة ولا ميقة ولا كل الشقلصات دي، فهي يعتبر كده بالبلدي ملخص سادة، فسمينا قناة ايه حدوته سادة يا عم الحاج. فانت بقى متنساش تعمل لها سبسكرايب لايك كومنت شير كده فاهم بقى، واستنى ان شاء الله اول فيديو اللي هو ايه قريب جدا ان شاء الله. يلا يلا بينا بقى نرجع لعمل. وبنروح مع وودي واللي بيكون مستني المعسكر بتاع الكاوبويز واللي هيروحوا مع اندي، وبيقعد اندي يلعب بالالعاب لحد لما بيجي وقت الرحيل للمعسكر، واثناء ده بيتقطع كتف عمك وودي، فام اندي بتقول له يصلحوه في السكه فاهم، وان هو عادي يعني لعبه يا عم في مش هتعيش لك طول العمر يعني. وبيمشي اندي ولما بيرجع عشان يجي يلعب تاني بوودي بيفتكر ان هو دراعه مقطوع، وبيقول بقى ان هو مش عايز يلعب بيه تاني، ده انت لعبه بتوع، ولكن ده بيكون مجرد كابوس اصلا عند عمك وودي فاهم، خايف ما يتلعبش بيه. تخيل لما تبقى خايف ان حدش يلعب بيك. وبيشوف بودي كده في شويه العاب كده مركونه على الرف، وبيحس ان هو هيكون منهم، واللي منهم لعبه بطريق كده اسمه ويزي. وفي نفس الوقت كده بتوصل عربيه الروبابيكيا، او هي مش روبابيكيا صراحه، هي حاجه عامله شبه الروبابيكيا عندنا كده. المهم بتبدا ام عندي انها تاخد الالعاب اللي ملهاش لازمه علشان تبيعها للعربيه دي، وبتاخد من ضمنهم عمك ويزي. فبيروح وودي عشان يرجعه من تاني، خلاص ما بقوا اصحاب بقى يا باشا، وبيقدر والحمد لله ان هو يرجعه. وبيتاخد هو لما بيحاول راجل كان ان هو ايه فاهم يسرقه، وهنا بيحاول عمك باظ يطري ان هو يلحقه، وبيروح على ظهر العربيه واللي فيها وودي، ولكن بيكون قد فات الاوان. وعلى الجنب التاني بتوصل الالعاب لاستنتاج كده عن هويه الراجل اللي سرق وودي ده، وهو بيطلع بشخص كده عامل دور فرخه في محلات كده فاهم انت بتاع اعلانات يعني. وبيكون على الجنب التاني عمك وودي بيحاول ان هو يهرب، واثناء ده بيلاقي حصان لعبه كده وبنت كاو جيرل كده فاهم انت بشعر احمر بس بوزه، ولعبه كده راجل عجوز لسه في علبتها، وبيكونوا عارفينه وبيقولوا ان هو مشهور وان هو مش عارف قيمه نفسه والله، وبيوروا رسومات واعمال معموله ليه، وبيشغلوا له اعلان كده وطالع فيه هو البطل، وبيطلع ان عمك وودي كانت لعبه مشهوره وكده. وعلى الجنب التاني بيحدد الالعاب مكان الشخص اللي خطف وودي، فبيجمعوا مجموعه منهم وبيتجهوا للمكان ده. وفي نفس الوقت بيكون وودي قاعد كده بيتعرف على نفسه عن طريق المسلسل بتاعه اللي كان معمول للاطفال يعني، وبيوصل لحته في المسلسل والمسلسل وقف وما كملش، وده لان المسلسل وقف انتاجه بعد لما الاطفال بقوا عايزين لعب اطفال مختلفه فاهم انت ايه يعني، ايه ما عجبهمش بقى نظام الكاوبوي بقى في باظ يطير طلع اليومين دول. واثناء ما هم بيتكلموا بيقول الراجل الكبير اللي هو اللعبه ده ان هم هيتاخدوا المتحف كبير في اليابان ويتباعوا ليه، ولكن وودي بيكون مصمم ان هو ليه صحابه ما ينفعش يروح اليابان دلوقتي والله، لحد لاقي ده نعرف ناس اوتاكو ما هيصدقوا يشموا اليابان. وهنا طبعا بتنهار البنت الكاوبويايه دي، وده لانها عايزه تمشي وتخلص بقى ما تفضلش في المخزن من الوقت اللي هم فيه ده. وبيقطعهم الراجل اللي سرق وودي لما بيجي عشان يصورهم للمتحف، واثناء ده بيتقطع دراع عمك وودي بسبب القطع اللي كان فيه من الاول. وبالليل بيحصل شجار ما بين وودي والبنت، ولكن العجوز بيوقفهم كده وبيهديهم. وفي نفس الوقت بيقرب المجموعه بتاعت الالعاب اللي بتبحث عن عمك وودي. وتاني يوم بيوصل خبير العاب كده عشان يظبط دراع عمك وودي المقطوع من منجهه اخر منجهه فاهم كده، ويخليه عريس الواد، وده فعلا بيحصل وبيتصلح وودي وبيلمعه فاهم وبيخليه كانه هو جديد. واثناء ده بيمسح اسم عمك اندي على الجزمه بتاعت وودي، هو اندي كان كاتب اسمه على الجزمه عشان يعتبر فاهم انت اللي هو ايه ده العروسه دي بتاعتي. وعلى الجنب التاني واثناء الرحله بتاعت عمك باص والمجموعه في البحث عن وودي بيوصلوا المحل كده فيه العاب، وبيشوف عمك باص كده نسخ كتير جدا منه، وبيحصل بينه وبين نسخه منهم كده فاهم مواجهه، والنسخه دي بتحبس عمك باص وبيروح باص المزيف ده مع المجموعه، انما وودي فبيحضر ان هو يمشي بما ان هو اتصلح، شكرا بقى متشكلين يا رجاله والله على التصليح طريق السلام انا بقى، ولكن بيصعب عليه ان هو يمشي ويسيبهم محبوسين، فهنا بيقرر ان هو يصاحب البنت على الاقل اي حاجه يعني. وفعلا بيتكلم جيسي واللي بتقول له على فكره انا كمان كان عندي صاحبه وكانت بتحبني قوي، ولكن مرت السنين والبت كبرت وسابت لعبها كلها، وبالتالي سابتني انا كمان وسابتني مركونه وسط التراب، بعدها اتبرعت بيا وسط لعبها القديمه لحد لما وصلت لهنا. والكلام ده طبعا بيأثر في عمك وودي جدا، وقبل لما يمشي بيقعد كده يفكر مع نفسيته كده فاهم، وبيوصل ان هو لازم يقعد معاهم عشان هو سيمبو وثابت عليه البت صراحه. وبيبدا يوصل المجموعه بتاعت الالعاب واللي بينهم عمك باز المزيف للمكان اللي فيه وودي، وعلى الجنب التالي في محل اللعب بيقدر عمك باز والحمد لله ان هو يهرب، ولكن بيكون الاوان قد فات، وده غير ان هو بالغلط كده بيوقع الكرتونه بتاعت اللعبه
الشريرة بتاعته. وبيوصل المجموعة بتاعت باز المزيف لمكان الأسانسير، وبالتالي بيوصلوا للأوضة اللي فيها وودي، وبيفتكروا البنت والعجوز إن هم بقى فاهم أنت سارقين وودي وكده، ولكن بيقول لهم وودي إن هم أصحابه وإن هو عايز يفضل معهم. وبنفس الوقت بيوصل لهم باز الحقيقي وبياخد مكانه مستر المجموعة من تاني، وبيحاول يقنع وودي إن هو يرجع معاهم، ولكن بيكون وودي رافض. فبيقرر إن هو خلاص ده قراره واللي إحنا لازم نسيبه بقى خلاص يعني ولا يا ابن. فبيمشوا هم زعلانين ومتضايقين منه، وبيفكر وودي لحد لما بيقول في نفسه كده اللي انا بعمله ده، وبينادي على باز ان هو هيرجع معاهم من تاني، وبيقول لجيسي والعجوز والحصان ان هم يجوا معاه عند اندي، ولكن بيتفاجئوا ان العجوز مش في الصندوق. طن 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 طن. وبيفرق عليهم المكان وبيهددهم بالفاس، وبيقول لودي هتتباس هتتباس يا اما همسك الفاس واقلعك اللباس. ويفضل عمك وودي ان هو يستنجد باصحابه، لكنه مش بيقدروا يساعدوه بسبب ان الفتحه اللي هم كانوا هيعدلوا منها مقفوله. وهنا بتحصل مشكله تانية، الا وهي ان شرير عمك باص بيوصل وبيحارب نسختين عمك باص، ولكنهم بيهزموه والحمد لله بيكملوا طريقهم علشان فاهم يلحقوا وودي، واللي بيكون بالفعل اتاخد على عربيه ومتجه للمطار ومنه على اليابان. فبيترتب عربيه، وايوه دي لعب سايق عربيه ما تاخدش بقى عادي جدا، انت ماشي ممكن تبقى ماشي في الطريق تفهم انت كده ايه تلاقي عربيه من جنبك فاهم فيها توم وجيري قاعدين. المهم بيكملوا المطار ده لحد لما بيوصلوا للمطار، وهناك بيحاولوا ان هم يوصلوا للشنطه اللي فيها وودي ووسط الشنط الكتير اللي موجوده دي. ولما بيوصل باص للشنطه بيضربوا العجوز، ولكن مع بعض بيقدروا ان هم يهزموا الحاج ده وبيهربوا. ولكن بعد لما بيقع في شنطه بنت صغيره واتاخده تلعب في وشه البخت بالمكياج والحمد لله أحسن. ولكن حاليا المشكله هي ان جيسي بتنتقل للطياره خلاص، فبيركب بودي وباص الحصان وبيجروا ورا عربيه نقل الشنط، ولكن الشنطه بتوصل للطياره، ولكن ده مش بيمنع وودي ان هو يدخل الطياره واللي بدات بالفعل انها تتحرك. وعلى اخر لحظه بيدخلوا من مكان العجل اللي هو فاهم بيبقى العجل بتاع الطياره ده، ولما بيجي لهم باص بالحصان بيقدروا ان هم ينجوا، وبيرجعوا لاندي ومعاهم جيسي، وبيرجع الحرامي تاني فاهم انت في شغله كفاخه اعلانات. وبس كده يا جدع، توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، وما تنساش تعمل فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم وسام عشان هو لما تجي الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد وسام عشان هو كاتب سكريب ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده سيقه، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته ساده، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده سيقه، وسبسكرايب لقناه حدوته جيمنج، وسبسكرايب لقناه ايه ده مفيش تاني ماشي، لما نفتح تاني هنبقى نقول لك. وبس كده يا جدع، سلام عليكم.